قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير الثلاثاء ان مسؤولين في العاصمه توصلوا الى اتفاق حول تفعيل اصلاحات اساسيه تمتد الى دعم الوقود وسعر الصرف بنهايه يوليو تموز ورغم ان ليبيا منتج رئيسي للنفط وكانت في الماضي من اغنى الدول في المنطقه لكن اقتصادها تضرر جراء صراع وانقسام سياسي على مدى السنوات الخمس الماضيه ومن خلال الدعم الدولي تمكنت المؤسسه الوطنيه للنفط ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس من الحفاظ على السيطره على انتاج وايرادات النفط الذي تعافى جزئيا في العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك لا يزال من غير الواضح الى اي مدى يمكن ان تمتد اي اصلاحات سيتم تفعيلها في طرابلس عبر ارجاء البلاد، حيث يخضع شرق ليبيا لسيطره سلطات منافسه لها بنك مركزي خاص بها، ولم تسفر محاولات مؤخرا لكبح العجز الاقتصادي غير الرسمي من خلال خفض الدعم الضخم للوقود والانفاق على الاجور الحكوميه وتقليص الفارق بين سعر صرف العمله في السوق الرسميه والسوداء عن نتائج تذكر. وقال الكبير متحدثا في تونس خلال اجتماعات للحوار حول اقتصاد ليبيا ان هنالك اتفاقا بين المشاركين على معالجه الاختلالات الاقتصاديه العميقه في الجذور، وتابع تم التوصل الى سلسله من الاصلاحات يتعلق اكثرها اهميه بدعم الوقود وسعر الصرف وانه سيتم اتخاذ قرارات يبدا العمل بها بعد عده اسابيع خلال شهر يوليو، وقال الكبير: نامل في ان يشكل ذلك قفزه الى الامام في ليبيا ويساهم في رفع المعاناه عن الليبيين بقدر الامكان. وبقي سعر الصرف الرسمي للعمله في ليبيا بدون تغيير عند 1.4 دينار مقابل الدولار، بينما يباع الدولار بنحو 7 دينارات في السوق السوداء، وهو ما يتيح للذين بامكانهم الحصول على العمله الصعبه تحقيق ارباح كبيره. وكان الكبير يتحدث في اجتماعات بتونس تضم مسؤولين كبار في الحكومه المعترف بها دوليا في طرابلس ودبلوماسيين غربيين وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.